عليكم أحبائي طلاب الصف السادس. درسنا اليوم هو مقارنة الأعداد العشرية وترتيبها. هناك مجموعة من الملاحظات يجب أن نتبعها كي يسهل علينا مقارنة الأعداد العشرية. أولا، لمقارنة عددين عشريين نقارن أولا الجزئين الصحيحين، ثانيا نقارن الأجزاء العشرية وذلك بكتابة الكسرين العشريين أحدهما تحت الآخر مع مراعاة كتابة الفاصلتين العشريتين أحدهما تحت الأخرى. إذا كان لدي السؤال التالي، قارن بين العددين العشريين التاليين باستخدام إحدى الإشارات أكبر أصغر يساوي. لنرى أحبائي الطلبة ونتبع القواعد التي قرأناها سابقا. نضع العددين العشريين بشكل مرتب، الجزء الصحيح فوق الجزء الصحيح والجزء العشري فوق الجزء العشري. نقارن أولا، نبدأ المقارنة بالعددين الصحيحين ونلاحظ أنهما متساويان 25 و25. ننتقل إلى الجزء بعد الفاصلة على يمين الفاصلة مباشرة، الجزء من 10 نلاحظ أنه في الرقم الأول 4، أما في الرقم الثاني فهو 3. إذا نلاحظ أن العدد 25 وعدد صحيح فاصلة 468 هو الأكبر، إذا سنضع إشارة أكبر. الآن أحبائي الطلبة ننتقل إلى ترتيب الأعداد العشرية. لنتذكر معا، الترتيب التصاعدي يكون من الأصغر إلى الأكبر، الترتيب التنازلي يكون من الأكبر إلى الأصغر. إذا كان لدينا السؤال التالي، رتب الأعداد العشرية التالية تصاعديا ثم تنازليا. نبدأ أولا كما تعلمنا سابقا من الجزء الصحيح. نلاحظ هنا ما هو إذن بالترتيب التصاعدي، سنبدأ أولا بالعدد الأصغر. نلاحظ هنا في الجزء الصحيح الصفر هو أصغر عدد، إذن سوف يكون هو في الأول في الترتيب التصاعدي. ثم نلاحظ أن العدد 2 يليه فسوف يكون هو الثاني في الترتيب التصاعدي. أما العدد 23 هو أصغر من 237 سوف يكون هو الثالث، ثم الرقم الأكبر هو 237. هكذا أحبائي الطلبة يكون ترتيبها بشكل تصاعدي، وسأترك لكم أحبائي الطلبة أن ترتبوها لي ترتيبا تنازليا، والسلام عليكم.